السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعزائي الكرام. طبعا اليوم موضوعنا الجديد هو التطعيم، طريقة التطعيم بالقلم. طبعا قصينا العود هذا من الليمون الأظالية سابقا، وبعدين نشق العود كذا بهذه الطريقة من النص. هذا طبعا طريقة تطعيم بالقلم. ونجيب عقلة من نوع آخر، من صنف آخر، إن كان برتقال، صفرقل، أي من الحمضيات، نقصها بهذه الطريقة، العقلة من هنا ومن الجانب الآخر. وبعدين نحط العود هذا داخل شجرة الأم، تكون الحمضيات بهذه الطريقة دائما يكون متساوي بهذا الشكل. الطريقة الثانية نجيب رباط ونربط العود كذا بأحكام، نحاول إن نضغط عليه بالكامل أو بكيس أو بلصق. طبعا اللاصق بهذه الطريقة أو بأي رباط، نربط بهذا الشكل. الطريقة الثانية نجيب كيس بلاستيك أبيض شفاف، نغطي الكيس كذا لحفظ الرطوبة طبعا بهذه الطريقة، سهلة جدا. طبعا التاريخ المفضل للتطعيم شهر 1 و2، يعني الأنجح 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 طبعا. والطريقة الأخيرة نجيب ورق A4 أو أي ورق، نغطي بهذا الشكل طبعا حفاظا لإشعة الشمس في الأشهر الأولى. طبعا عملنا تجربة من تاريخ 30/1، شجرة صفرقل في عود صفرقل في شجرة أم، طبعا الليمون الأظالية مثل ما خبرتكم سابقا. نحاول نفتح الكيس بهذا الشكل، نلاحظ هنا ظهور براعم جديدة من التطعيم. طبعا هذا الجانب الآخر، هنا حطينا فتحة للبناء الضوئي، ونشوف نفس الشيء. هذه برتقالة في شجرة الأم، الليمون الأظالية، طبعا الليمون الكبار طبعا بهذه الطريقة، نجاح طبعا مبشر. الطريقة الثانية نحاول ان نسوي فتحة او نفتح رباط حد بسيط، او ان نقص بهذا الشكل من هنا عشان يدخل الهواء ويتأقلم للجو الخارجي. وبعدين نفس الشيء بعد 3 أيام 4 أيام نبطل كيس البلاستيك، وراح تطلع شجرة برتقال، وهنا شجرة صفرقل في شجرة أم ليمون أظالية، وراح تصبح 3 شجرات في شجرة واحدة. بارك الله فيكم ومشكورين.